تقف كلها كده وتيجي المجني عليها بقى الخدامة. الخدامة بقى تخش بقى وكلها عرض كده وأنا واقف بقى في وسطيهم إيه وبعمل كده يعني. تقوم معدية بس لازم تعديني، وأول ما تعديني ترجع تاني بسرعة تقول وحوش وحوش، وتقوم مخربشاني. أما تخربشني أقوم قاتلها، بس قبل ما أقتلها خربشها زي ما خربشتني. ده مديحة كامل مقصرة في حياتك بشكل كبير. ما هو أعمل إيه طيب؟ يا جدعان ما تقرفوناش يا جدعان. هو الدكتور اللي قال لي. والله العظيم لو ما عيلته المعلم هيجي ينفق. بص يلا لو ما عيلتش انا هخلص منك. ايه ده ما انت معاك بتقتله اهو بتقتله يا ابني، انت فاكر ده مسدس؟ امال ده ايه ده؟ لا ده مكنه خياطه بجيبه بس نرف حاجه نعمل واحنا شغالين. والنبي ابعد البتاع ده عني، والنبي ابوس ايدك يا جدعان. ركزوا معايا والنبي. المعلم تمساح، عارف المعلم تمساح؟ ايوه يا عم بتاع ناشونال جيوغرافيك. انت عارف المعلم تمساح؟ ايوه عارف التمساح ده. كان عندي تمساح ب 15 قرش بلاستيك صغير كده، حطيته في بطرمان ميه، فضل يكبر يكبر يكبر، كسر البطرمان، حطيته في بانيو، فضل يكبر يكبر، واول ما كبر خالص قام مخربشني، قمت مخربشني خربشني. جيت اقتله لقيته بلاستيك ما ماتش. ايه يا ابني الخربشه؟ انت مولود على قطه. ما تعال يا حبيبي، ايه على المعلم تمساح ده اللي احنا بناكل من خيره؟ ايوه اللي مربينا. ايوه احسن واحد بيعلم السرقه، مش عارفينه؟ ده اكاديميه يا جدعان. اكاديميه التمساح، اكبر اكاديميه لعلم الاجرام. اكاديميه التمساح، نؤهلك الى الدخول الى الاجرام بكل سلاسه. اكاديميه التمساح، نعلمك نطه الثقه عليها ما يهدي. اكاديميه التمساح، اذا لا قدر الله لم يتجاوز الطالب المرحله الاولى ستعاد الثانيه مجانا. مجانا مجانا ستعاد مجانا. اعملوا البر خلاص. تذكر لي كل الاعلانات. ما خلاص قلت اشرحه لكم. ما هو عارف المعلم تمساح. عارفينه ده راجل حنين قوي، لو جه انا كده هيقسى علينا. يا جدعان ده بيشيل اللقمه من بقه ويدهنا. ايه؟ بيشيل اللقمه من بقه بعد ما يحطها في بقه. يا يا رب على الغباء. انت فهمت ايه يا ابني؟ ايوه يا عم فهمت اللي انت قصده. لو بيحط اللقمه في بقه ويحط فيها لسانه وبعد كده بين سنانه ويدهنا. يا نهار اسود. يا يا لا لا بص انت هتفهمني، انا قصدي ان هو راجل اصيل بيشيل اللقمه من بقه ويدهنا. يا بو انا فهمتك. بص انا هفهمك. بو يا ابني افهم. بو في ايه بس يا ابني؟ يا معلم لو جينا انا ما سرقناش هينفخنا. يلا ندور عليه نشوفه راح هنا ولا هنا. ماشي يلا جاهزين. جاهزين ندور عليه في اي اوضه من دولت. يا معلم تمساح. معلم معلم تمساح. يا معلم يا معلم تمساح. يا معلم تمساح. ايه لقيته؟ لا يا معلم تمساح. 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 ها لقيته؟ لا طب ما لقيتش الشغاله يا عم. شغلته ايه طيب يا معلم؟ يا معلم تمساح. 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 مش انا واقف جنبيكوا؟ ايوه مش انا واقف جنبيكوا؟ ايوه ده امال ايه؟ امال ايه يا معلم تمساح؟ يا معلم انتوا مش شايفيني يالا؟ ايوه انتوا اول مره تجوا لي يالا؟ ايوه يا معلم اصل ما كنا ايه؟ ايوه يا معلم ايوه ايوه انتوا مش اول مره تشوفوني؟ ايوه انتوا اول مره تشوفوني؟ يا معلم يا معلم ها 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 يا معلم ها ولا 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 بلا لا لا ايه الواد الاهبل ده؟ يا معلم ادينا فرصه نتكلم، احنا فاكرينك واحد تاني بس. واحد تاني ايه؟ على اساس ان احنا واقفين في الشارع مش دي الشقه اللي احنا داخلين نسرقها؟ أيوه. هيبقى في واحد معدي كده هو يعني من غير ما نعرفه؟ او هنلاقي الثلاجه معديه؟ لا الغساله معديه؟ ولا ممكن مثلا يكون واحد معدي من غير ما احنا ما نبقى واخدين بالنا؟ ولا مثلا ممكن يبقى في ثلاجه معديه؟ خلاص فهمنا يا معلم. ولا يكون في غساله معديه؟ فهمنا اقسم بالله. يعني ايه اللي دخل واحد هنا غريب مثلا الشقه؟ يعني دي مش شقه؟ مش على الطلاب الثلاثه فهمنا يا معلم، احنا اسفين. احنا مش عايزين نضيع وقت، انا بكره الرغي. ايوه انا بقول لكم اهو. ايوه يا معلم. ماشي. ايه ده؟ ايه ده؟ ده اكل انت جايبه لنا؟ اه. يا علاء. يا. يلا كل يلا. لا ما انت بتاكل الاكل وتطلعه تاني من بقك وتجيبه لنا؟ يا.
انا اعمل كده ليه يا ابني؟ ايه القرف اللي انتوا فيه ده؟ هو الواد ده اللي قال لنا انت قاعد بتقعد تقول لهم اي حاجه يالا ولا ايه؟ انا كنت بنفخ بس فيك يا معلم. ده يالا شويه محشي لقيتهم في الثلاجه، قلت بدل ما يحمضوا اكلهم انا، امال هسيبهم يعني في الثلاجه؟ ما انا اصلا لو سبتهم في الثلاجه ممكن يحمضوا. عرفنا يا معلم. ما انا عشان كده قلت اكلهم انا بدل ما يحمضوا بقى. والله عرفنا خلاص. لان عارف لو انا سبتهم في الثلاجه ايه اللي هيحصل لهم؟ هيحمضوا. ايه ده؟ لا ما انت يالا ده انت ذكي يا معلم. لا ما شاء الله. ايوه احنا هنقعد نرغي، هنقعد نرغي. لا يا معلم عايزين نشوف شغلنا يالا. ماشي يا معلم عايزين نشوف شغلنا. ما تقلقش انا عامل تحريات المسروقات. عامل تحريات، مفيش حد هيجي من البيت ده، كلهم في عيد ميلاد. حلو قوي. وعلى حد يجي هنا اهو مثلا غصب عننا من غير ما ناخد بالنا ويخش علينا، دي تبقى مصيبه. لا لا عمري خستعت معاك قبل كده. اوعى تخستع معايا يالا. لا يا معلم. ايه ده؟ ايه صوت الزماره ده؟ بعد ما قلت ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ معلم معلم ايه؟ ايه صوت الزماره ده؟ ايه ده؟ ازاي عرفت ان في صوت زماره؟ انا بتنبأ. يا اخي بحس كده ان في زماره اتزمر يا اخي. علم استاذ. نرجع لموضوعنا. ايه صوت الزماره ده؟ يمكن العروسه جت من الكوافير. يا ابني عروسه. عروسه ايه يا ابني؟ ايوه بيب 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 بيب. والزينه بقى. احنا جايين نسرق يا ابني مش جايين فرح. هبص انا الصوت ده. عايزك تبص لحسن يكون اصحاب الشقه جم. ماشي. هتودينا في داهيه، لان لو صحاب الشقه جم هيلاقونا هنا هيودونا في داهيه. ماشي الحق. عايزك تروح تبص بسرعه. ها وتيجي تقول يلا. ماشي يا معلم. بقول لك ايه؟ عايز الحق ابص يا معلم. انت لسه ما روحتش يالا. هروح يا معلم. انت لسه ما بقول لك ايه؟ انا كلامك ما بتسمعش ليه يالا؟ والله انا رايح بترجعني. مش انا قلت لك روح بص شوف دول اصحاب الشقه ولا لا؟ ماشي. يبقى انا عايزك تروح تبص بسرعه شوف لي دول اصحاب الشقه ولا لا. ماشي يا معلم. هتعمل ايه؟ هروح اتنيل ابص اشوف اصحاب الشقه جم ولا لا. انا قلت لك تنيل يا معلم والنبي. يلا نروح بص. ماشي. ربنا يستر. ربنا يستر. ربنا يستر يا معلم. انت مين يالا؟ مصيبه يا معلم مصيبه. ايه؟ اصحاب البيت جم. ده اللي انا كنت خايف منه. بقول لكم ايه؟ احنا لازم نستخبى بسرعه. احنا مش هنلحق نهرب. كل واحد يستخبى في حته ما يقولش للتاني عليها. عشان لو التاني ده اتمسك ممكن يقول للاولاني فين المكان الاولاني بتاع التاني. لان ممكن اول واحد مثلا يتقبض عليه يقول لهم ده في الشقه بتاعتي وده في الاوضه ايه وده في الاوضه ايه. لكن يبقى كل واحد يستخبى. يستخبى مع نفسه. ما يقولش للتاني. يستخبى في اي حته. الفيلا باربع سلالم يا معلم. زمانهم طلعوا. الفيلا باربع سلالم بس. طب يبقى نستخبى بسرعه. أيوة. بس وانتوا بتستخبوا اهم حاجه ما تقولوش لحد، لان انا ده حصل معايا قبل والله كده. والله حصل معايا قبل كده. كنت انا قبل كده في شقه. أيوة. كان معايا ناس قلت لهم استخبوا فهم ما استخبوش. استخبوا في سلمتين راحوا كده يا معلم. اجري بسرعه استخبى. يلا استخبى. لان اصل ده حصل لي عارف سنه 69 تقريبا. انت قلت لهم؟ قلت لهم يلا استخبوا 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 بسرعه. ها استخبيتوا؟ استنى حله المحشي. خلاص ما تعيطيش بقى يا حبيبتي بقى والنبي ما تعيطيش بقى. خلاص بقى يا حبيبي ما تعيطيش بقى خلاص. ما عيطش ازاي يا ابو ياد؟ ما عيطش ازاي؟ عيد ميادي بس النبي السنه يستنى باص خايس يا ابو ياد. معلش يا حبيبتي هو باص. هو بس عشان مدير النادي بس. افضل ادادي بس يا حبيبي مش عيط بس. بس يا حبيبي انت حلوه خالص. هو بس المدير بتاع النادي. امشي يا مدير امشي يا وحش خلاص. هو وحش مشي. الراجل اصر يلغي العيد ميلاد عشان خاطر انت هزقتيه برضو يا حبيبتي. هو انا قلت له ايه يا مياد؟ قلت له ايه يا حبيبتي؟ ما انت بتقولي له انت راجل فاسي مش ممكن. ايوه فيها ايه؟ انا قلت له انت يا راجل فاسي. طب ينفع كده؟ انا لما اقولها يا حبيبتي غير لما انت تقوليها. ايوه فيها ايه كلمه فاسي؟ يش بقى ايه القرف ده؟ النادي كله جري من حوالينا. انا بقول فاسل. ايوه ما انا قلت له. انت ياجي فاسي فاسي. يا حبيبتي الكلام كله ليه معنى. دي ليها ريحه. فهمتي يا حبيبي؟ ما انا كنت بقولها لاصحابي واحنا صغيرين وكانوا بيموتوا بالضحك. عشان كده يا حبيبتي كانوا بيضحكوا. بصي بقى لما تعوزي تشتمي حد تاني قولي لي وانا اشتمهولك. اوكي يا ميوت. انا
قلت لك هاتي دكتور يظبط لك الكيان. ما انا جبت يا حبيبتي دكتور عشان خاطر يظبط لك الحرفين، وقع مننا 8، اعمل ايه؟ وانا اعمل ايه؟ انا هقول لك تعملي ايه، انا اللي هساعدك، سيبك من الدكتور ده. ماشي. قولي ورايا. سيس. سيس. طب ما انت حلوه اهو. انا مش يدغى في حرف سي. طب انت لادغى في ايه بالظبط؟ حددي. انا يدغى في حرف يه وحرف يام. طب ايه عارفينها؟ ايه يام دي؟ حرف يام. ايام. ايام شاهين؟ يا يا ميوت ايام. ايام وبنعيشها عمرو دياب. يا ميوت لا، ايام زي كلمة ياي. سحر عيونه ونظراته. اول ما تلاقينا عيني بعاي. ما انت ساعديني يا حبيبتي ساعديني. يا ميوت زي كلمة كيب. كيب. كيب 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 كيب. لا يا حبيبي كيب كيبي هو كيب هو هو هو. لحظة يا حبيبتي. يا دكتور دي بتهوهو. ده مش فاضل لها غير الهو والواو، حرام عليك. لا قوم تعالى دلوقتي حالا، انا عايزك يلا فورا تيجي. بصي بقى انا هقول لك حاجة. إيه؟ ارسمي الحرف. اهو حرف يام. ايام. والله العظيم حرف اللام. انا عرفت. حرف اللام؟ ايوه يا ميوض. طب يا حبيبتي قولي كلب هوهوي. لا بهزر بهزر. بقول لك ايه؟ ايه؟ ركزي. قولي مريلة. 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 طب وبعدين؟ طب هنعمل ايه في اولادنا طيب؟ هنربيهم ازاي باللدغه دي؟ ايه؟ ابننا لما يرجع من المدياسه. ايه؟ انا لساني باص. انت بقيت تكيهني يا ميوض. بتكيهني وبتضيق عيالي. لا لا مش كرهه، لا انا احبه احبه احبه. لو النبي انا احبه حبيبي بقى كفايه. بصي بصي خلاص، انا هعمل لك عيد ميلادك هنا اهو في البيت، انا عزمت اعضاء النادي كلهم يجوا هنا. بجد هيجوا؟ اه. طب احنا مش عندنا حاجه نقديها لهم. لا انا جبت سعيد السواق قلت له يجيب كل التورت والساليزون والحاجات كلها بتاعت العيد ميلاد يحطها لنا هنا عشان اصحابنا. حبيبي ربنا يخليك ليا. مين بيحب ميوض؟ انا. مين بيحب زينب؟ ميوض. مين بيخون زينب؟ ميوض. انا احب زينب. انا كنت يبوتي يا خيوشي يا خيوشي يا خيوشي. كاكو داهيه في تقل دمكم. يلا يلا حبيبتي بقى امسحي وشك عشان نطلع نستقبل الضيوف. يا انا هروح اظبط شعري وانت استقبلهم. طب ياي. ماشي باي. اطلع يا عم باشا. يا مراد باشا. يا مراد باشا. ارجع. انت فين يا مراد باشا؟ يا دي اليوم الاسود اللي من اوله. هات يا سعيد الباتون شاليه، سعيد يروح يجيب الباتون شاليه. عايزين شاليزو يا سعيد، سعيد يروح يجيب الشاليزو. يا دي اليوم الاسود على عيد ميلاد المهبب بتاع الاليسه زينب دي. اشفخت عليك يا سعيد. انت بتشتمني يا سعيد؟ ما اقدرش. بتتريق عليا انا ومراتي يا سعيد؟ والله يا باشا ما اقدر اتريق على الاليسه مرات حضرتك. نعم يا اخويا؟ والله ما اقدر اتريق على الاليسه مراتك يا باشا. الاليسه مراتك؟ انا اسف. اسمها الاليسه مرات سعادتك. انا اسف يا باشا. يا حلوف. انا اسف يا باشا انا اسف. جبت الحاجه؟ جبت يا باشا الحاجه، جبت المكسرات وجبت الشاليزو وجبت حمصيه وجبت سمسميه. يا ابني هو مولد النبي يا ابني، انا بعتك دي بحاجه العيد ميلاد. ايوه يا باشا صح، العيد ميلاد جبت البوشومات وجبت الشاليزو وجبت الباتون شاليه. جبت التورته؟ لا دي ما عرفتش انطقها. على رايك اه معلش. انا اسف شنطقة. انا اسف يا باشا. بقول لك يا باشا والنبي كنت عايزك في موضوع. نعم. استفسار صغير كده. ما تقول يا ابني. بتقول ايه؟ استفسار صغير. ايه؟ استفسار صغير. فشار حجم صغير؟ لا استفسار صغير يا باشا. استفسار. ايوه استفسار صغير. قول كتك ده في لسانك. انت بتديني كام في الشهر؟ 4000. حلو قوي يا باشا، انا بستخدم 3000 بس في الشهر. حلو، في 1000 احوشهم. لا انا عايز اعمل بيهم حاجه. هتعمل بيهم ايه؟ عايز اجيب سواق. سواق؟ اه يا باشا سواق يوديني ويجيبنا الشغل سوا ونروح ونيجي. وانت هتعمل ايه؟ لا باشا انا هقعد معاك بقى في الكربه الورانيه ورا ونقعد نقرا الجرانين سوا. ايه تقرا اليوم السابع؟ لا هقرا المصري اليوم. اثبت. يلا انت بتعرف تقرا يا باشا؟ لا انا ما بعرفش اقرا، انت اقرا بصوت عالي وانت تسمع. لا انا هتفرج على السوا. انت متخلف وهتجيب لي شلل. ولا روح يلا امشي من هنا قدامي يا باشا. طب والنبي طلب تاني صغير. والنبي يا باشا امشي امشي يلا. والله طلب صغير قد كده. اخلص. عايز اغني. ما بقاش الا انت اللي تغني يلدغ يا حيوان يا باشا. والله العظيم ده انا بفكر اقدم في الجافويس. في
تقدم في الجابويش؟ ايوه. طب اقول لك ايه، غني قوم نادي عسل عيدي واللي عايش يجيجي والبنات الاسكندراني اللمه دي لمه رجال، وانا هاجي معشي وهاجي والقناوي والشيناوي والمحله واللي ميه ميه والنوبه الجمال. ما توصيش الشوايش الدنيا حته كده كده والمساعداوية. امشي يا كلب يا تافه اطلع بره. ليه بس كده يا باشا؟ امشي يلا. فين الخدامين يلا؟ موجودين يا باشا من 7 الصبح. طب يلا عشان في ضيوف قد كده عايزين يخدموا على الناس. حاضر يا شباب يا شباب. انت يا عماد خير يا باشا؟ صباح الفل. كلم يا عم الباشا يا عم اللي هيخنقنا ده. بس انا جايب لك الشواق، كنت هجيب شواق ب 1000 جنيه في الشهر والله العظيم. 1000 جنيه في الشهر؟ والله الشواق ب 1000 جنيه في الشهر. ده انا بديك 4. مش مهم، انت راجل مغفل، دي مش كشتك. اطلع بره يا كلب. سلام يا باشا. بقى امسك خد دي كمان معاك يلا. اهي هناك اهي. صباح الخير يا باشا. نعم. صباح الخير. فين مراتك؟ مراتي جايه يا باشا. يلا عشان عندي ضيوف قد كده لازم تخدموا عليهم. ما تقلقش يا باشا، ده هيبقى بسرعة. احلى عيد ميلاد في البشريه ان شاء الله. يلا جاهزه يا زوزه؟ يا حبيبي قيب تخيس اهو. يلا كوكو ديوكو حبيبي. ايه العلاقه الحرام دي؟ ده عمال يا مياد يا مياد. اه انت كل بوله يا دي كمان يا حبيبي. اه ده بعد كده ما يخلف عيل يقعد يهشتكوا. انت كلاني كمان نص، انت كلاني كمان، وقعد يقول لك انت كنت كمان لامه، انت كنت كمان لامه، ويجي يقول لك الواد بيتكلم متاخر ليه؟ في كائنات غبيه بتكلمه. على مباب وتعالى خدم في هناك في النادي وخدم هنا، روح النادي وروح هنا. بقت حاجه هباب، روح النادي مفيش فايده، نيجي هنا برضه مفيش فايده، حاجه زي الزفت. نروح اقدم في اي شغلانه في اي نصيبه، نروح النادي الدنيا طراوه وبرد، نيجي هنا برضه برد ومش عارف البرد بيجي منين. اما نادي الزفته تيجي تساعدني، اتاخرت ليه؟ يا اعتماد. انت يا اعتماد يا اعتماد. كنت فين يا تيميت؟